شوفوا لي شو عملت بغيابي. ييي احداث ومغامرة. لكن ان شاء الله ما تبلي يا امي، والله اشتقنا لفتلتك بالبيت. صبري انا كمان اشتقت لكم كلياتكم. والله الحياة يا ماما من دونك سلطة. حياة حبيبتي. عيشوا يا ماما. خدي حلوسة. شكرا. سلمون. لو تعرفي يا ماما شو عملنا لك بفريدة. هلا امك بتعرف كل شيء. المهم ماما، شو بدنا نعمل اكل لجوزي وابي بس يطلعوا؟ لابوكي ولا لجوزك؟ سكتي انتي، لاثنين سوا. ماما انتوا لا تاكلوا هم، اهتموا بدراستكم وبشغلكم واتركوا الباقي علي. لك صحيح، عمي كاظم لساته نايم ولا راح مثل عادة مثل عمي ناظم؟ قصدها ماما بنطلع بنلاقيها هلا حاطت ورقة على التخت عنده تخريشي دفعة مجانين. يا ماما اشتقت لك. أمورة فتوني. أهلين أخوي. أهلين شكرا. أهلين بينا. أهلين حبيبتي. يا عمري الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ما زعلانة منكم هيك بطلع ما بلاقي حدا بالمطار واقف لي. تقبريني يا عمر لا تزعلي، والله نسينا الموعد من كتر هالقصص اللي عم تصير معنا. قصص شو؟ حبيبتي فوتي لجوا منحكي. يلا شرفي. يلا تقبريني شو اشتقتلك يا حبيبتي. يا عمري تقبري قلبي يا ماما شو اشتقتلك. الحمد لله على السلامة يا عمري. يلا شو اشتقنا لك يا عمري. الحمد لله على السلامة. يا رب وانا اشتقت لكم كثير. تقبروا قلبي ان شاء الله. يا الله شو اشتقنا لك يا اموره، والله طولتي. لك يا الله كيف نسينا موعد جيتك هيك؟ المهم هلا تعذبتي شيء بالجاية؟ ما تعذبت، وقت طلعتوا ما لقيتكم شو بدي ساوي؟ أخذت تاكسي وأجيت فورا لهون. أمورة وإن شاء الله إجازتك طويلة؟ إيه طويلة. طويلة كتير. أنا اتطلقت. شو؟ طلقتي؟ ليش يا أمي؟ شو صار؟ شوف يحكي لي. رح أحكي لكم. قليلوا تطخنوا. يا مو يا مو اكيد قبل ما سافر نمره لعندك. لا 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 بدي روح طالع لاخي لانه طلع معكم عام. لا روح علينا المصريات. يا ما اكلناها مشي الحال. لا لا قبل ما سافر بيجي لعندك. يلا الله معك. يعني ما طلع امير؟ طلع متجوز كذا وحده؟ ايه ما طلع امير وطلع متجوز كذا وحده، بس هو عامل حاله انه امير، هو مواطن عادي. طيب والزلمه اللي اجى لعند ابوكي وحضر للترتيبات مو من السفاره؟ لا جوزي المحتال هو اللي اتفق مع واحد رفيقه انه يعمل حاله من السفاره. اه يعني هيك ضحكوا علينا؟ ايه ضحكوا علينا، والاهم من هذا كله انه ضحكوا علي انا. بتعرفوا اول فتره حاولت اني اتحمل، اعتبرت انه هذا نصيبي، وخصوصا انه كان يعاملني كتير منيح، بس بعدين ما بعرف شو صار له. تقولوا مل مني؟ طبعا بده يكون مل، لانه متجوز ثلاثه غيري. قلت يا بنت تحملي، وفجأة ما عاد شفت وشه، وصار وقت يجي لعندي بالصدفة يضربني ويسبنا. ما عاد فيني اتحمل، ما عاد فيني. طلبت الطلاق فورا طلقني. تقبروا قلبي شوفتكم نسبتني والله العظيم كل همومي. تقعدين أمور. بونجور. أهلين. بونجور. خير عمي. شو عمي تحب أعمل لك قهوة؟ لا لا ما. يي أمر هون. أهلين عمي قادم. أهلين سالين ليش؟ إمتى جيتي؟ هلا وصلت. لا طيب خبرونا كنا يعني على القليل استقبلناها. والله كمان نحن يا عمي نسينا موعد جيتها من ورا قصة بابا. ما في مشكلة على كل حال أنا هلا رايح طالع أبوكم، وهي أختكم القمر إجت بالسلامة، هاي أمكم إجتكم، شو بدكم أحسن من هيك؟ لك الله يخلينا إياك يا عمي. تفضلوا استريحوا.
ماما شو قصة بابا؟ أبوكي بالسجن وهلأ عمك رح يطلع. شو؟ بالسجن؟ ليش؟ هذا يا ستي بعد ما أبوكي طلق أمي. ماما اتطلقت؟ لكن حبيبتي بعد ما أبي تجوز فريدة الرقاصة. شو؟ بابا تجوز فريدة الرقاصة يا ماما؟ لك هلا لحقين نحكي بهالقصص، خليها تطلع ترتاح بغرفتها، بتكون تعبانة. ايه والله تعبانة، وهلا تعبت أكثر بعد هالأخبار اللي سمعتها. دخلكم؟ لساعتها غرفتي مثل ما هي؟ أكيد، طمني مثل ما هي. ايه الحمد لله، ودخلكم لعوبتي اللي بنيمة جنبي، لساعتها موجودة؟ ها؟ لعبتك انكسرت معي بالصدفة. شو؟ لعبتي؟ كسرتيها؟ والله اختك خالصة، مو معقولة، قال كل المصايب اللي صايبتنا وكل البلاوي، قال آخر شيء ايه انكسرت لعبتي يابا. حبيبتي هي كان بدها عمك ناظم، كان قال عنا مجنونة نظامي. فريزة أنا كتير اشتقت لك. بصير حبك أكثر من اللعبة اللي انكسرت. ايه؟ زينة بتعرفي؟ كثير اشتقت لغرفتي، اشتقت لحياتي قبل ما اتجوز. لك يلا تقبشيني، لا تزعلي، بكره بيجيكي نصيب أحسن منه. لا أعوذ بالله، ما عاد بدي اتجوز. توبة ما بقى عيدها. ودخلك هالفترة ما صار في بيبي؟ ما صار في بيبي لأنه الأخ قال ما بده يجي ولد ويرته، تقولي أنا قاتلة حالي عليه وعلى مصاري، الله ياخده. بتعرفي؟ والله أحسن لك، منيح إنه ما في ولد، كنتي تلبكتي فيه خصوصاً إنك اتطلقتي. يلا تقفشيني، رح أتركك ترتبي غرفتك، إيه؟ بس عم فكر قمر إنه ما نقله لأبوكي إنه أنت اتطلقتي. يعني حرام مو ناقصه. إيه؟ وأنا كمان هيك عم فكر. يلا. خير خير، شوفي. ما في شيء، مرت اخي سلمونا اياه هيك فرض، ما في شيء. لازم طالع لفوق، لبسوا بيجاتهم اطلب له دكتور بسرعه. دكتور؟ لشو الدكتور؟ لا وليش هيك حامله؟ بابا سنفور، عوض. الو، اهلين حبيبي، اهلين تقبرني، الحمد لله على سلامتك. ايه ليش ما بدك تجي لهون؟ خايف من ابي؟ ليش بقى شوفي؟ الو 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 لعمها، شو ليش سكر الخط بوشي؟ شو صار؟ وصل بابا عمي؟ وصل ابوكي ولبسته بيجاما، بس لازم اطلب له دكتور. يو ليش عمي؟ شوفي عمي هذا جوزي وجابي ملبسينه التهمه له، واكل قتل اكل قتل اكل قتل لحتى طلع العفو، بس طلع العفو كان فاقد الذاكره من كثر. وعلى اساسه لازم اطلب له دكتور. ولي على عاطفه المصاري. بس خلينا نحكي. مرحبا دكتور، كيفك؟ نحن بيت ترويج مساميري. ايش بس؟ ايه دكتور، نحن طالعنا من السجن لدرويش، كان في السجن بس لقيناه فاقد الذاكرة. ايش بس؟ بالكلمة شو بدنا نحكي مع الدكتور؟ ايه دكتور، تمروا لعنا؟ لليل؟ يلا نحن بانتظارك. ماشي دكتور علينا، يلا. علينا علينا. بس يا عمي بس، ما عم نحكي مع الدكتور الحالة تبعه. خليني افوت
تشوفه. انا ما بفضل، اذا بدك تفوتي فوتي لحالك. خليني فوت معها عمي، الله يوفقك. خليني يا عمي ذاكرته مخربطه، اذا بدكم تفوتوا كلكم بدكم خربطوها زياده. انا برايي تفوت لحالها او بتفوتوا كل واحده لحالها وبنشوف مين بيتذكر منكم. مرحبا حبيبي. حبك برص ان شاء الله. منين بتعرفيني؟ ولو انا مرتك. مين؟ يعني انت جوزي وانا جوزتك. جوزتي وبرات حلقي شلون؟ شو بدنا درويش؟ انا مرتك ام ولادك. ام ولادي؟ ليش انا عندي ولاد؟ شوفي ماما يا عمي لا تضغطي عليه، لأنه بصراحة أنا ما تذكرني كمان. مرحبا بابا. بابا مين والناس نايمين؟ بابا أنا بنتك زينة. زينة؟ زينة زينة، سمعان بهالاسم. لك يا بابا معقولة مالك متذكرهم لبناتك؟ لبناتي؟ إي والله جوعان، جيبوا لي لبناتي مع رغيف خبز. بابا بناتك مو لبناتك. شو تذكرين؟ ما تذكرني ابدا. لك يا عمي ما هيك تعالج الامور، مو بالبكي تتعالج الامور. شو بكون؟ عمي شو رايك انا بفوت لعنده؟ لك يا عمي اذا بناته اللي تركوا ما تذكروا، بدي اتذكرك الك اللي كنتي غايبه عنه صار لك فتره. عمي الله يوفقك. خليني انا بفوت، انا كنت فتوشته الصغيره اللي بدللي اكيد رح يتذكرني. عمي انا بدي فوت الله يوفقك. لك يا عمي ما بتزبط فوتي انت لشو، فوتي فتوشته دللته فوتي. انا برايي نستنى للمساء بيجي الدكتور نعرف شو قصته. على كل حال انا لازم اروح ازور ألفة خانو وبرجع قبل ما يجي الدكتور، لانه بصراحه اليوم لازم ضب اغراضي واطلع على شغلي، عندي شغل كثير. بابي انا دلولتك فتونه. مين فتونه؟ فاتن. فاتن ولا فتونه؟ بابا انا فاتن بس كنت تدلعني وتقلي فتونه. اه فتونه. مين فتونه؟ ها؟ علي دكتور موفا. بتصدق يا دكتور انا من زمان ما شفت فيك، من وقت ما كنت هيك وانا بسمع الدكتور المفضل. من وقت ما انا كنت هيك وانت هيك. وضيق الايام وضيق الايام، انت لسه دقيق وانا صرت هيك. اي دكتور رح نترك دعايه معجون الاسنان وياك ونحكي شوي بالمضمون، تفضل. آه يا الله دخيلك يا حبيبي يا بابا يا حبيبي، إن شاء الله يا رب يا رب الدكتور يقدر يشفيك. ليه هيك طول الوقت كان رافع رجليه؟ لك إيه والله ليش هيك كان رافع كل الوقت رجليه؟ كانوا هيك مثل الخشبة عاملين. هلا هذا الدكتور كتير شاطر أكيد رح يعرف شو قصته. لك دخلك جوزك كمان صاير فيه نفس الشي؟ لا جوزي حكى معي ما فيه شي. طبعا ما رح يكون في شيء، ما بلبس كل التهمه لبابا واكل كل القتله بابا. على فكره انا ما تعرفت على جوزك بس ما بدي اشوفه لاني ما بطيقه بدون ما اعرفه خليص. احسن. بابا يبعث لي حمى عليك يا بابا. وهي كل القصة يا دكتور، بقى حابك يعني تطمني عنه قبل ما اسافر. بسيطة بسيطة إن شاء الله، حط إيديك ورجليك بمي باردة، أنا عم بقول لحالي ممكن يكون فقدان الذاكرة اللي صابه نتيجة رد على راسه. آه، فهذا فقدان الذاكرة ممكن يكون مؤقت، فخلينا نشوفه وبعدين بنقرر. تفضل، تفضل.
دير بالك السلام لا يضرب راسك. اهلا اموره، ماشي الحال الحمد لله، كيفك انت؟ اخ يا اما شو بدي احكي لك يا علي، ان شاء الله طلعوني يا اهبل اهبل رسمي فائت ذاكرته ما متذكر شيء. ايه اجا لك الدكتور عنده جوا، يلا راح اشوف شو عم يعملوا. ايه اكيد برجع بخبرك. لك والله وقت رحت لعنده ما كان في شيء، لك شلون رجعني بعدين شو اللي صار ما بعرف. ايه خلي يا ربي، كمان تاني رجعت لي مطلقه والله يعين على هالحظ اللي طلع لها. ايه مو بتذكر شيء هو لحتى تفاجئ طلاق بنته، الله يكون بعونه هن اثنين. ماشي ماشي، الله معك الله معك. دكتور ليش هيك بيضل رافع رجليه؟ هذا رافعينه على الفلقه كذا يوم مشان هيك مخشب، رح نشوف بيجلس معنا ولا ما بيجلس. بس انا عم بقول لحالي لازم نعطيه ابره نرخي فيها، يعني نرخي له اعصابه وعضلاته. معلش تركونا لحالنا شوي لو سمحتوا. دكتور رح نترك لحالك يعني، بس بصراحه في سؤال، يعني رح ترجع له ذاكره؟ ايه ايه ما في مشكله، ذاكرته ممكن ترجع باي لحظه، بس هلا المهم عندي انه ارخيه، يعني فك له رقبته، يعني فك له التشنج. رجاء اتركونا لحالنا لو سمحتوا. طلع طلع لك طلع الدكتور على الطاولة دعاجه طلع. طمني شو صار؟ الدكتور عم يقول متخشب من ورا الفلقة. وذاكرته رح ترجع له؟ ايه ماما قال رح ترجع له بس ما بيعرف امتى. وهلا شو عم يعمل له؟ بده يعطيه ابره مشان تفك التخشيبه. شاهي درسناها بالدق مرخي عضلي. دور لفك دور. حبيبي هذا تشنج بزيادة. شو بدنا نعمل؟ يمكن اعطينا بدل ابرة المرخي ابرة تشنج. هات لشوف هيك. يا الله والله طول هالدكتور يا عمي، خلينا نفوت ونشوف شو صار. لك شلون بدنا نفوت؟ الدكتور طلب نطلع لبرا. ايه بس صار له ساعة. طيب عمي. تخشب معي وما عاد فك بالمره.